المتحف الوطني العراقي الموجود في منطقة العلاوي ببغداد كان يعد من أهم المتاحف في العالم، إلا أنه بعد العام 2003 مثل ما تعرفون تعرض للسرقة والنهب والتخريب. لكن ما زال هذا المتحف اليوم يتمتع بأهمية كبيرة كونه يقام على أرض العراق، أرض أولى الحضارات الإنسانية المعروفة، ولأنه ما زال يضم العديد من النفائس والآثار من العصور الحجرية وعصور حضارات فجر البشرية والحقبة الإسلامية العباسية وما تلاها. ومن هذه الآثار قيثارة أور السومرية، أول آلة موسيقية عرفها التاريخ، وهيكل عظمي لإنسان نياندرتال اللي عمره أكثر من 45 ألف سنة، والرقم الطينية للكتابة المسمارية، أول كتابة عرفتها البشرية، ثم تمثال لفتاة آشورية يسميها الآثاريين موناليزا النمرود، وتمثال للملك آشور بيل، ويتوسط الإله شمش. وشوفوا مدى الشبه بينه وبين تمثال الحرية في أمريكا، وهناك أيضا القاعة الملكية والضم الثور المجنح الشهير وجدارية سرجون الأكدي ملك الجهات الأربع. لكن أكثر ما لفت انتباهي وحبيته هي قطع أصلية من بابل القديمة، وبعضها من بوابة عشتار الأصلية اللي موجودة طبعا بكاملها الآن في متحف برلين بألمانيا. وأخيراً الإناء النذري، ويعد من أغلى وأنفس موجودات المتحف العراقي، إضافة إلى الكثير من القطع الآثارية والمسكوكات النقدية الإسلامية يوم كانت بغداد عاصمة للدنيا بأجمعها.